العيلة ما عندها شعور وما عارقة لك ما شفتوش نهار كامل. مخصي أمبرا النش تساري الدوار سفاعل علىه لا عرس لا ضريب صداق لا اختانة لا عيد ميلاد تم الموت الله يستر ما كدورش. دابا فين غادي يكون أخويا جعفر؟ أنا عييت منقلب عليه ما خليت فين سولت عليه والو ما بقاش بان ليه هاطر نفسه ما يكونش مبلي ما عليناش ما يكونش عند اختو لا عيط ليها قالت ما شفتوش نهار كامل واخا منك يمشي هو في الايامات الاولى كيرجع لا كيرجع جعفر كيرجع وما حشمتيش خارجه لي على النهار ديالي يا بنت ميمتي مخليه فلوس كحله كتضيع لي في المطعم ديالي جعفر 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 طونسيون جعفر رانا غير خيتك حبيبتك ما معناش البرانيش من فلوس كحله وفلوس زرقاء تضل نهار كامل تتنشد دبان جعفر يا كدم ضرب لي خبزي جعفر بلا ما تطلع لي الدم سير تبلش انا خوك اللي حاضر لك غيبتك كتبهدليني ما نقول شكون اللي كيكشطك في غيبتك من غير خيو حبيبك حتى تخلي شي مولا كتخلي شي مقله ويلي ويلي ياك وصلنا المقالي وصلنا الخونة قالوها الجدود قال لك الخاوة عندها الكوزينة خلت لك الله يا الظالمة ولي تفقع خي جعفر جعفر لا حبيبي ديالي ما تقلقش مني دي معك شي إترو زيت العود ايه والله ما ضغطي ايه بوفزة ايه وتكون السنسلالية ويكون رصامها جديد دقوا الخلالة خراس كبر ونبالة ومية ريالة باش نكفي حسان ماما هكا ماما هكا ماما 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 خبز السرغينة ما ناكل فيه منطوق ويخلي مولاته بنت حليمة علاش محبوبي شهاد العملة عملتي فيا كتر تعجوبي شفيتي الحاسدين فيا دقوا الخلالة خرس كبر ونبالة ومية ريالة باش نكافي حسان ماما هكا ماما 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 هكا ماما مولاي إبراهيم صاحب الفودر يقدح ويجيب القولو الفعالة دقوا الخلالة خرس كبر ونبالة ومية ريالة باش نكفي حسان ماما هكا ماما هكا ماما هكا ماما عايش خيي ما تقلقش مني انا مساوكه لا كنكون معصبة جعفر خيي انا مزال وعودي عليا خليني تنتفش وقول خليني تنفخ يلا تفتف انا مزاوقه فيك خيي هكا لا لا انا مزاوقه في خيي دير بالعقل ايوا قول بصحتك راه غادي نسمح لك ماشي على جوج فرانك غنسمح لك على القبر عارفه خيي وما خلا سيد خيي قول بصحه بصح بسم الله الرحمن الرحيم انت كي درتي توصلتي لهنا فين كنتي انت عاودي ما سمعتكش مزيان فين كنتي ايوا انا كتبقاي تسولينا هاد الاسئله ما حساب لك راسك حدا خوك غادي تغوتي اتونسيون انا راه سولتك حيت تخلعت عليك بغيت نقول لك فين كنتي من اليوم ما تبقايش تخلع عليا صافي حيت انا اللي عطى الله عطاه تبليت كيفاش انا خليا شرب الماء وباش تبليتي بسلامه تبليت بالمشي كل ما نجي للدار غادي نبقى نمشي 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 مزيان عاد ندخل للدار يا الله ايوا خيي هاد المره من الاولى تفك هاد البليه ديال المشي بقات علمنا بكري باش ما نبقاش حنايا مشطونين عليك الا جات على خاطرك ومالك على هاد الحاله مغبر دابا فاش كنتمشى كنسخن كندير شويه التراكسيون وبركه من الهضره خاويه مزيان اخر مره انا وفيس غادي نقولها لك ما تبقيش تحيدي لي الشامبوان من الحمام وتحطي في لا كويزين عندك كتكوني كطيبي به غدير هاد المره هادي بصحة جعفر مع السلامة كنت تاكلها باردة انا نخدم وانت تعلف مزيان والله اختي نعمة كل رزق راجل اختك والله اختك عليا وديرتي كمان ما تديش عليه كل رزق خويتك هذا بصحتك وبراحتك خليه يموت بالسم الله يخلف عليك هذا خينا ما تلاش عينه في خارج
راه كيصلح في لوبيرج من الداخل بلا رخصه. من الحق رانا وصيت عليه دوك الكراطيط ديال حسن الحسين باش يغيزوا ليه مع موالين الشغل. مزيان اخي مزيان، وصيهم وعاود وصيهم وزيد وصيهم. انا بغيتو ما يشوفش الروزه، بغيتو اللي يهدلوه ويسخسخو ويكرفسو وما يحلمش بيها. عزيزه وغاليه وجودك يغطي. خليك ليا يا خي حبيبي، الهلي حرمني منك. ايوا دخلي عندي. ها عيني ليا. ها لكني ليا شنو على هاد الناس اللي غادي يغيزوا لي؟ غنخلصهم بسدو ونعطيهم تافغه. واش بدي الفلوس يا بغيتي الرشوه؟ واش تقريبا ادم شوف شكون؟ نو كاميليا بابا شفتو مي فازي سي تو لوم دو لا ميزون. شحال خيبه تكون لوم دو لا ميزون مع جوج الصباح. اوه يا ربي السلام، شكون اللي كيدق علينا مع جوج الليل؟ مامون جي بور. خفي شي حبيبه ديالي وكره طونطون جعفر اللي فيه الجوع، انت شي حاجه ما كلاهاش رجع ليها. ربي لا مسكت ادم. شكون كامل شكون دق علينا؟ العجب مالك مقدم اش بغا؟ قال لي خصني غدا مع 8 الصباح نكون في الجامعه. ها ويلي كامل ليك ما درت شي حاجه خايبه؟ نقولها لكم ما تقوليها لتا شي واحد. وي فازي دي لها مولا ولا سي با بوسيبل. كيت كتافي كيت كتافي كيت كتافي. انا اللي قتلت بوحماره. بابا طنز. شوفي ولاد كيبيضوا عينهم راه كينضحك. بابا راه هذا ماشي ضحك. بوحماره سي كي بوحماره. ربي ما سيروا تنعسوا نتوما. سير حتى واحد. سيروا سيروا تنعسوا حبيباتي سيروا. بيتكم على دراري عندك مية خبز الله في طبقو. مي بيان سور كيشبهوا لماماهم الله يخليهم ليا. ويلي تماما داكشي اللي قلت انا. فين غادي يبديك الحلوه؟ فين غادي يبديك الحلوه؟ صباح الخير. صافي اللي عطى الله عطاه. نمشي نمشي. اواك يخدموا 24 ساعه على 24 ساعه، انت ما كاين حتى في فرنسا. قدم عاوتاني البيسي ما بغيتيش نعسي وقيله. وباس واش تمازال فيك النعاس؟ لا والله الا طيروا مني النعاس خلعوني هادو. دي موا تي تروف با سا بيزار جايين عند بابا 2 دو مات كيك شوز كي كلوش. بابا خصو محامي. سي سا تروف راهم حاضرين الدار دابا باش ما يعرفش ليهم. الفو كو جيكري دابا هادشي في البلوك ديالي 2 مينوت. البلوك؟ با وي جي في ان بلوك اي سا مارش فريمون تري تري بيان. اه وي الناس كاملين فرحانين كيقولوا لي بلي بابا بطل حيت دار لوبيرج ديالو هنايا. اه وي كاميليا كاميليا لي كوا عندك بابا يكون قتل شي واحد في فرنسا سي بوغ سا ما بغيناش نرجعو تماك. دي مالاكو واش تتسكتي بابا يقتل؟ سير في حالك نوض عليا من لهنا. شوف اخر مرة تدخل ما شومبر داكو. عندك هاد الحبيل هذا هي لاغيزون. غيزتو ليه ما عطلتوش، هادي كنسميوها حنا في قانون ديال الاداب الخدمه النقيه. دابا بيني وبينكم الخبر غادا تكون صابحه عند القيد، ما كاينش مزاح. مالك ما تقولش بايت عند القيد. ما تعلم شي ما عندنا هنا يديروها زوين. السلام عليكم. والله يا نسيبي هاد المجيء على غفله وغعلمنا نفرشوا لك الدنيا بالورد ياك لاباس. قالوا لي اخويا عندي شي مشكله انايا في الجامعه غادي نمشي نشوف اش كاين. لا يضرنا فيك اش واقع. سول هاد جوج الحلاق ملي نابتين لك هنا هما يقولوا لك اش كاين. وياك انت جاي من بلاد احترام القانون ولا داكشي كتخليوه في الديوانه وتدخلوا ديروا ما بغيتوا بقيتوا سايبه حتى حنا عندنا قانون. وفين اخويا انا شفتيني ما كنحترمش القانون؟ اشنو درت؟ سير عند المسؤولين هما يقولوا لك اش درتي. الدراري دوي لنا وجاو لينا نسيبي انا كنعرفوا راجل كود. كود انا غادي دابا نشوف ونجي نقول لكم الخبار. واخ اجي. باش كتعجبني نسيبي بعض المرات كتكون سخي. بريت المرحوم الله يرحمه ايوا علفهم مزيان. والله مشيت تسدوا ليه داكشي اللي غندير لكم ما نقولوش. شنو غدير لينا؟ راه قال لك ما يقولوش. انا ما نقولوش وانت ما تاكلوش. حتى الماكله ما كتساليش يا الدراري نوضو تخدمو. بريت القدم سيدي. في صاف زيد يا ميلوده سمحي لي انا تعطلت عليك. هانا
هلا شوف علاش نصيتيني وشوفي واش هما هادوك. ها اختي الكرويه الكامون الصوفي البابونج هايونس هو هذاك اختي. ربي يحفظك يا ميلو دا سمحيني يا سخرتك. ماشي بالجميره وي ديك فرنسا ملي كضربنا البرد ما كان وقف على العشوب ديال البلاد الحين عليا من دوك الدوايات ما فوق صالحين. صح الناس الحاجه الوحيده اللي تعلمت من العاليه. مزيان اختي هاكي بسم الله ميلودا. لا وي ما نشدهمش من عندك غيرك سابق وي. ايكوت مو ميلودا والله العلي العظيم وما شديتيهم تنتقلق معاك ما كتبش عليك خدمه ايوا ملي حلفتي يا لاله مرحبا. تبارك الله عليك والله الا احسن حاجه علمتك لوستي هو هذا. ميلودا نعم بغيت نسولك واحد السؤال ولكن ما دراش ملي قلت السؤال. سولي سولي اختي. اش نقول لك شحال وانت خدامه عند العاليه لوستي؟ ايوا تبارك الله راها تقريبا واحد 20 عام قبل ما يتزاد ريان. تبارك الله وصل عنبي وهي يعني اسمحي لي سيتو بلي غتكوني جامعه شي حصيصه ياك. ايوا شويه صافي شويه صافي. ها وفين دايرها اختي؟ لا اختي مخليها غير عند العاليه الا بغيت شي حاجه وقفت على شي حاجه كناخذ من عندها. وعطيك شي ورقه عطيك شي اثبات؟ لا ما بيناتناش والعاليه تبارك الله قاريه وفاهمه وكتخاف الله. لا ما بيناتناش. سمحي لي يا ميلو اختي ما دراش مني قلت صواب ما تقولي زعما كاين راني كنبغي نشري بيناتكم صداع ولكن هفت في الدنيا احنا بشر كلنا خطائين كتعرفي لوستي نهار ما طالو يا دالها تقلب على الحناشي وتقلب على العقارب قال لك انت شي مره لكعتها شي عذره. ايوا ها انت بعد عي قلتها لك تخلعتي ها جابت الروح في الدبانه ما جابتها فيها ملي تجي اختي انت طالبي بحقك غيعقلوا عليك الا طلبتي بفلوسك غيقول لك سي توب لي الله يخليك جبدي لينا شي اثبات عندك انت شي اثبات زعما سمحي ليا. اولي انا في سختي خلعتيني في انا راه ماشي تنحرشكم ولا باغا نخلق بيناتكم البلبله انا سنقول قلبي عليك وفهمتي بكيتي فيا. عارفه اختي اللي كنت راكي بحال اختي قولي لي احسن حاجه ديريها ميلودا تمشي جيبي الحصيصه ديالك تجيبي وريقاتك مع لاكارت ناسيونال انا غادي نصوب لاختي كونت في لابون. لاكارت؟ وراه تما فين جالسه حي انا كاع ما عندي لاكارت. يا ميلودا انت عايشه بلا لاكارت ربي كي داروك يحصاوك بغيتي نفهم. وبلي هادشي يا ميلودا اول حاجه دابا غديريها عاد من بعد ندوزو ليطاب الاخرى غتمشي غتجمعي لي وريقاتك تصاوبي لاكارت ناسيونال ديالك تجيبيها ليا مع الحصيصه والاسم مونوكيب وقفي معايا. ويلي شفتي كنقول لك هادشي لله مازالين داك الخرا خلعتيني وحاكاع النعاس واش يدين شويه عليك شويه عليك فهمتي ومنوده وخير شي تاويد الخير مازالين داك الخير. انت شتي كلشي بعينك ما بنيت ما عليت عافاك لما كتب هادشي للناس المسؤولين. لا حول ولا قوه الا بالله راه جاوا قالوا لنا وقفوا عليك كتهرس السواري لداخل وكتضرب المرطوب. نهرس السواري انا عندي وليلي انا عندي شي طيبات صغار سديتهم بوصله نحس عندي طوب. حاشاك هو انت الطوب خاز الفرينه هنا ما عندينا فرينه لا والو. عافاك السي كامل غير يشتغلك ودفع طلب الرخصه ديالك وتما دير اللي بغيتي. صافي من غدا ان شاء الله غادي ندفع طلب الرخصه. اي والله يسهل عليك ويجعل كلشي مبارك مسعود. اللهم امين. يدك يارغو وي وي علاش كتسلم اخويا علاش؟ فيق رايا نشرب اتاي. حبيبه خليه نعس بغيت نشرب انا وياك هذا الكاس الراس في الراس. انا هالكويس ديالك هالكويس ديالك. اهلا سي كمال والله الا لجيتي فوقتك واحد الكاس ديال اتاي صوباتو العاليه بالعشوب. اه كيعرف راه خويا كيعرف شنو كنصوب انا خاصك تفكريه ضروري مره صافي راه صوبات اتاي اللي تتعرف ياك ما جيت في وقت ماشي هو هذا. لا جلس لا سي عمر لا سمحتي لي بغيت نقول لي جوج كلمات العاليه عافاك. اسمح لي يا عمر. لا ما كاين مشكل ياك ما تقلق وهذا الراجل لا هذا كيموت ماشي كينعس هدير شلي مع الجماعة على شكل لاباس. لا ما كاين والو ماشي صحاب الحسنات عطاهم الله هنايا الله كيمسحنا في شي حيوط كاين كاد شي كراسة في روبيرت مشاو قالوا لي راك بني بلا رخصة. على زعما حنا ما عندناش الحق نديروا الإصلاحات. ما عرفتش مشيت لعندهم رحبوا بيا قالوا لي لا البلاد كترحب بالجالية قال لي خصوصا اللي كيديروا المشاريع هنا الحمد لله. خصوصا اللي كيديروا المشاريع وهدرتوا على المشروع ديالنا أنا وياك. كيفاش انا وياك ما فهمتش المشروع ديالنا ديال لوبير. اضرب شويه المشروع ديالنا ديال لوبير خليو عارفين هما عارفين ما راه عارفينك انت يا اختي هضروا لي على امي الله يرحمها وداك الشيء قالوا لي قال لي واحد السيد تما خدام قال لي واش اختك مازال كتبع البابوش. لا ماشي البابوش قال لك راه واش اختك فين وصلت في القرايه. صافي اضرب شويه اختي محتاج شويه ديال الفلوس. لا
اسمح لي يا خويا كمال، عرفتك باقي ما كملتي جوج كلمات ديالك، ولكن جيت غير ناخذ اتاي. هذا جابك الله خويا عمار، محتاج لشي فلوس وانت جا ماشي فلوس ياك. وليه باقي هو ما كيتبدلش، كيسمع حس الفلوس كيدور وجهه. وانت زعما انت اللي كتبدل قايلها له هكا في وجهه؟ قولها لي انا كنعرف كيفاش ندوز ليه. قولي لي دابا شنو ندير انا فلوسي ما غادوش توصل السيمانه الجايه. السيمانه الجايه يجيو فلوسك انت؟ ايه حيت انا دابا عندي شي فلوس ماشي ديالي والله ما ديالي، مخلينهم عندي غنسلفهم ليك ومن بعد تردهم ليا. كيفاش بركه عليا شركه ما شركه؟ فاش غتشاركي معايا انت؟ ماشي فلوسي. ما كاينش مشكل، حتى في الصباح غادي نمشي ندفع الرخصه ناخذها في العشيه، نجي نلقى الفلوس موجودين. تدفعها في الصباح وتاخذها في العشيه حتى في النرويج. شوف غير تاخذ الرخصه دير فوتوكوبي عفاك وجيب لي وحده ديالي. واش شي واحد دوا عندك ما تلقاليزيها شرام ما صالحاش نتوما تيريري اللي في الدار هذيك فريدي فالمقوصه. راهين ولدي كتعرف النرويج؟ سمعتي شي حاجه؟ جينا الا بغات دلكيها مزيان فيا من الصباح وانت كتزعلكي فيها. صبوا ماما تنعلك فيها. ما سي با بون دو تو، انا ماشي كتعلكيها كتزعلكيها. انا ديجا بقيت شحال الخبز ما نبقاش ناكل الخبز. يلا الله يهلك دلكي، الا بغات دلكي انت كيسحب لك البولونج غير في الدويره ملي كتحط بلانتي الاولى السريط والمريط وشي ميتشيط. دلكي الا بغات دلكي. صبوا ماما صافي. سي با بون دو تو، دلكي زيديها شويه الماء. يلا ماما دلكي الا بغات دلكي. نو اتا سا ميريت اون فوتو لا ضحكي. Dans deux minutes, je vais le mettre dans Snapchat. C'est à tout Toulouse qui va voir une nouvelle boulangère maintenant. Mais t'as craqué toi, maman. Il n'a pas le droit de faire ça. مدام بغيت ندوي معاك. شنو كاين؟ شنو بغيتي عاوتاني؟ ما تقولش غتباتي عند خوك. لا ما مسالياش، باغا نمشي للقياده نصوب شي وراق. شنو وراق عندك انت في القياده؟ بغيت نصوب لاكارت. ايوا اخيرا هنيه عليك، شحال وانا نسقاك دير هاد لاكارت وانت خايفه غير على العمر اللي يمشي يكتبوه لك تما. ايوا هذوك الخصوصيات ياكم وحيدو الخدمه يوحيدو حتى العمر بلا فاش. 100 مره كنقول لك حيد التليفون وشد لك شي كتابين فعلك. هذا غادي يسطيني خالتي زعتنا في الدار ولا شنو؟ واش كتقري العجينه؟ ليس لا في ترونكيل، انا تنقول لك مالك على الحيحه كامله شديتيها؟ شديت البرد انا سيمانه وانا طالع نازل على قبل ورقه واحده. انا بحال غادي ندير شي مصيبه في هاد الدوار هذا، وانا باغي لهم غير الخير، باغي الناس ديال هاد المنطقه هادي تخدم. شغي كلمتو راه هذا هو الخير، الا بغيتي الخير خاصك تصبر. بقى معاهم سير واجي يعطيك الله، سير واجي يهديك الله، تيحن عليك مولانا. انت يا جاتك بحال السمن مع العسل، مزيان تبارك الله، بقيت عجنيتي. اجي لهنا اجي اجي. فين غادي عند اختي نتشاور مع على هاد المصيبه هادي. عندك شي مشكل؟ شنو بغيتيني انت؟ لا حبيبه جي اوكان بروبليم، غير هو انا خصك تهبطني للمدينه نمشي نتقدى شحال من سخره. ما يمكنش بغيتيني الوقت قرب نمشي لتولوز انا ما مقضيه حتى شي حاجه. نو وعيت على ديك صحاباتك كلهم قول لهم اجي خذوا السخره ديالكم من هنا بوحدكم بيديكم، حيت انا غادي نبقى هنا حتى نحل هاد لوبيرج. هي غادي نحلو حتى جوع ما يبقى يزيد معايا شي كلمه. مزيان تبارك الله العجينه في الدار. جينا الا بغات دلكي جمعيها جمعي الجناب ديالها. ها ويلي وحدي ويلي وحدي عليا ناتي انايا. 10 د الصباح كتفيق ماما كتلقى الخبز طايب ورزت القاضي والبغرير. حيدي عليا عصبتيني. حيدي شبغيتيني ندير لك انا في القياده؟ لا والو، غير بغيتك توجدي ليا هذوك الفليسات اللي عندك. ها وعلاش مالكي انا سبانة؟ ايوا الموت الحي في الدنيا واخا مال. انا غنعطيك انا هاد الفلوس ديالك نعطيهم لك طبيعه الحال. مرحبا. والله صرا نعطيهم لك. مرحبا. رحت السلامة وصافي من اللي متلف. ميلودا انت الرجولة. ميلودا انت هي ماشي بحالو. رسول الله شحال هادي ما درتيها؟ بغيتك تقول لي ماما. ولا انا بحال ماما كرهتنا اللي مربياك. لا
بغينا داك الشيء يكون قانوني باش الا متي يقولوا الله يرحم القبر وما خلى. مالك اخويا فالي على الحنه والتمر باقي ما شفت ما تشوفت. نمشي للرجوله ميلوده. كاينه ميلوده انتي ماشي بحالهم ميلوده انتي ماشي بحالهم هذا ضي 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 ميلوده انتي ماشي بحالهم هذا ضي 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 ميلوده انتي ماشي بحالهم هذا ضي 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 يا ولي هادو مالهم هادو ولي طاجين ميا 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 ما بقاش عاجبني حال هاد الدوار والو ما وقع والو علاش الكحت ميلودة ميلودة اش كديري بهذيك الحاله ما الدنيا في يدك غادي القياده علاش كتسول علاش كتخرجي فينا عينك راه كنديروا خدمتنا ايوا راه باك اللي كنقدم راه مات شحال هذيك الله وباقي الله كتقدميت راه ما كتوردش التيشيري قالك حنا كنديروا بوصيه الوالد الله يرحمه قبل ما يموت قال لنا عاركم الدوار ما تفلتوش شي حاجه وليد الرضا شنو غادي ديري في القياده غادي نمشي نجيب عقود الازدياد وشهادات السكنه صافي عرفتي ودابا باش عارفين احنا ولاد الناس ورجال عاديك حاله مدنيه ويجيك وراقك حتى للدار الله يخلف عليك بغيت نوقف على شغلي راسك واش غير على العمر حنا عارفين شحال في عمرك كاملو تقدك قدك حبيب خالنا اللي كاين في طاليا باقي 4 سنين ولا نتريد قلت تقريبا عندك شي 56 ياك اي والله يجيبك على خير راه تغلط لك مع امك امي سيري قال لك امي ميلود امي راه صغر منك بعامين راه عندنا وراقيه دابا ياك عرفتو ايوا خليوني ندوز قبل ما نوصل شي واحد فيكم الله يكبرنا في طاعة الله امين هادي ميري هادي ميري اسكي حشمه من عمرها ما صح شكون هاد شويه خالي اش فينا هو با خلاتيني كتفرجي في كوره متعصب مغاربه لاعبين ياك هولندا انت كتعصب مع هولندا مالك انت بلجيكي ولكن عندك الحق كيلعبوا مزيان لا كيلبسوا مزيان كيجيبوا لهم بهذوك التيران صغيورين هاي ما كانتش شي مشكل ما كانوا تلاصطا على والو ورزقوا شي بيت كيقولوا اوه ولا خسروا كاع كيقولوا دوماج شو 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 شنو واقع الزين عينين خضرين تبارك الله الصلاه والسلام تبارك الله قولي يا رابح شكون اللي عارف شوفوا الزين انا ايوا خليك اخويا من هذا دابا من اللي ما عارفش وقول لي فين باك امك جريش عليهم بغيتي كتجري على باك امك واخا لي راه تيديروا شي حوايج دراما فشكال اخالي قول لي شنو كيديروا تبقى بيناتنا خالي ما حشم نقول لك من اليوم ما تحشمش مني قول لي انا راه خالك ولكن فحال صاحبك فحال خوك وخالي دابا تا كنحطو الماكلة وكتجي ماما وكتقول بابا تدي لي بطاطا بحرك طق كتقول هاكا حبيب ديالي وتيجي بابا وتيقول لماما عاوتاني تيجي البصلة تدي لها طق تقول هاكا حبيبة ديالي تجي عاوتاني ماما وتدي الزيتونة طق تقول هاكا حبيب ديالي تقعد تغزلو حدايا وكتقول لي ميرسي وتيضحكو وانا من تيعطيوني تاخر شوفة دوماج شكون كانوا كان عندي بزاف ما نقول لهم ولكن وقول لي انا خالي وقول لي انا ما تتيقش فيا قول لي المشكله ولدي اللي كاين في هاد البلاد هما الاداره سي معنا وانا طالع نازل على قبل ورقه وحده ما خديتهاش ورقه ديالها اش خالي واش ديال البسطيله ورقه سيدنا موسى ولا وريقه ديال سميتو حدد خالي حدد انا غادي نمشي للاداره ونقول لهم عطوني ورقه سيدنا موسى رخصه ديال لوبيرج وسير عند القيد وعلاش القيد سير عند القيد ايديك ورقه ريان صافا ايتوا اول مره من نهار ولدتك اختي قلتي جمله مفيده رضا ولكن انا خالي راه ما قلتش لك جمله اش قلتي راه قلت لك غير كريمه القيد سير كل الحلوه هولندا آه
بجمع بكم الله يتاويكم وبسلامة يا البحر حتى العام اخر. طم 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 طم. السلام عليكم. سيدي كمال واش باقي طالع هابط سخفان هذيك الرخصه؟ ياك من نجيب لك شي قرعه الماء بارده تبرد الجافي. لا شوف الحلاق ماش بغاو يشربوا. شوف هذاك الشيء كلشي راه على حسابي. تعطي الدراري شي طاجين. لا علاش؟ ما قلت لكش راه عطيت الرخصه. ويلي مبروك. ارجي قهوه. مفتوتين بملوش بملوش. مو نادى عادي. واخ. مسكوته. المسكوته هي اللي غتضربكم دابا. عليا بعلي اليمين يا قرض فيكم لا خرج من هنا وما خلص. راني ما عرفتش كيف دار حتى خدا الرخصه. حمو مسكين قرب يودع مثل ما خداهاش. هو خدا الرخصه. صباح الخير دكتور جدراني. اسمح لي على الديرونجمون. بغيت غير نقول لك بان هذيك النبته راه تفاعلات مزيان مع الضو ديال لا لامب. ايه انا فرحانه بزاف. ها هو انت النينوفار ديالك. ايوا شفتي دونك لا تيزينه غادي مزيان. فرحانه فرحانه بزاف دكتور جدراني. واخا انا غنوطي. ايه وي 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 دكتور جدراني. واخا 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 ما كاين مشكل. واخا انا نتسنى التليفون ديالك. هنا هتوصل. ايوا هنيه عليك. مشيت للقياده والقياده صيفطوني عند الجدرميه والجدرميه داروا لي البصمات وهم يعطوني هتوصل. وشوفي غير تاخدي لاكارت ديالك خصك تحققي بانه كتبوا سميتك مزيان والادريسه مزيان. واهم من هادشي كله ان العمر يكونوا حطوا هو هذاك ماشي العمر. عا كيبغي يدخلوا للشبوقات اللي بعيده عليهم. شوفي يا مدام غدا غادي تعطيني فلوسك. وطبيعة الحال غادي نعطيك فلوسك. علاش لي ما عندكش فلوسك؟ حتى اخويا كمال جاو فلوسه من فرنسا ما بقيتش محتاجاهم غادي تاخديهم. علاش جاب كمال خوك الفلوسي؟ حيت انا كنت غادي نعطي لكمال هذوك. سمعي يا مدام غدا برجلي برجلك البنكة. يا ميلودا نسيتي راسك ولا شنو؟ ما تهضريش معايا بهذه الطريقه هذه. وبلادهم هو اللي يضمن رزقو. ويلي ميلودا تصطيتي تهضر معايا بحال هكا. سيري صوبي الطاجين ودردري عليه شويه ديال الزعتر. دكتور جدراني؟ اييه الزعتر هو اللي غادي ندردر عليك لما عطيتيني فلوسي. نفيسة حبيبة ديالي. عشي كمال حبيبة فين كنتي؟ شنو؟ لاباس؟ ما كاينينش دراري. لا ما كاينينش خرجوا. لا سي تو بلي كمال ويلي نو اغيت سواساج كومين ويلي البهلان. شنتي راسك في غير داكشي؟ اجي لهنا. هاجي حبيبه عندي لك واحد لا سوربريز. واو حبيبتي هاكي بعدا الاولى. حبيبه ميرسي بور لي فلو. ثانيه هي واخيلا غادي نمشيو لتونس نرجع في حالتنا ما عندنا ما نديرو هنا. نمشي نجيب بالز. لا 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 حبيبتي لا حاجه حسن. عرفت غادي نبيع داك الشيء ونخدم على الفلوس في البنك وغادي نرجع في حالتنا. ولا حبيبتي لا غتسمح في هذاك الوقت ما عندنا نيت ما نديرو بيه احسن حاجه. خليني بلاصي معاك كلمه وحده. واش كتهضري بزاف بحال ولادك؟ انا كنت نقول لك عندي محسن. يلا قولي فرحني. خديت الرخصه او باغي ستي لا بور توجور. كما هاد العيالات هادو قلتي لهم شي حاجه زوينه كيسخفوا قلتي لهم شي حاجه خايبه كيسخفوا. وحنا معكم